ينبغي للمسلم أن يحرص على الاكثار من الصدقة وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا فينبغي لك ألا يمر عليك يوم إلا تصدقت فيه لله بصدقة ولو مبلغا يسير حتى تدخل في دعوة الملك بأن يخلف الله عليك